بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد من الإخوة المتابعين سألني سؤال حبيت نجاوب عليه، قال لي يعني شنو هو الفرق بين يعني كيفاش نعرف اللي هذا دي سي وهذا اتش دي وهذا تي دي وهذا عادي. حبيت نعطيه فكرة صغيرة على بعض المحركات اللي حسب ما نعرف أنا. يعني هذه مثلا نسموه احنا دي سي، هذا دي سي سيمانس، يعني الماركة سيمانس، يعني اللي هو الإلكترونيك متاعه من دار سيمانس. هذه يسمى دي سي، يعني هذا 1.5 دي سي محرك سيمانس، هذا 1.5 دي سي محرك دلفي، يعني المكونات الالكترونيه كلها دلفي. هذا يسموه الهاش دي، الهاش دي يختلف في شكله على الدي سي. هذا الهاش دي مثلا، هذا في البيجو ما عندهمش دي سي، في البيجو عندهم كان الهاش دي. هذا كيف كيف هاش دي اللي هو البيجو فيه من هاش دي، هذا اللي هو العادي اللي هو شنو نسموه عادي، يعني اكسلاتير بالكابل، بومب عاديه اكسلاتير بالكابل عادي ماهوش. هذا مثلا دي سي اللي هو بتاع كليو دلفي، ماركه دلفي طبعا في الهاش دي في البوش تلقاهم. هذه مثلا جولف عادي، هذه عادي عادي، هذا كيف كيف دي سي. يعني هذا من حالات الفرق في الدي سي، ولا مثلا كيف كيف عادي تشوف منظره تقول هاش دي هو عادي دي سي. هذه نتاع دوز فالف، هذه دوز فالف بيجو، هذه كيف كيف هاش دي في 1.4 في البيجو، هذه هاش دي تسمى، هذه هاش دي في الديليتر، هذه دي سي في الرينو اللي هو 2.2 نتاع اللاغونا ونتاع الاسباس ونتاع الماستير، هذايا دي سي. هذايا كيف كيف يعني في الفورد مونديو وفي البوكسير 3 وفي يعني جاكوار موجود فيهم هذا، مازال كيف كيف الموديل هذا. هذا كيف كيف البيجو، في البيجو الديليتر هاش دي، هذا في الهاش دي ديليتر، هذا في الهونداي سي ار دي، هذا في الهونداي سي ار دي يسموه، هو شبه للهاش دي سمينه سي ار دي الهونداي. هذا مثلا في المازدا، مازدا كرا سيارة، يعني مازدا 626 او مازدا 323 يمشي، هذا عادي بالكسلاتير. هذه هي الحاجات اللي يعني اللي ممكن فما فرق فيهم، يعني حاجات هي الحاجات يعني الفرق بين المحركات اللي يحب يفهمهم. إن شاء الله تنفعكم العملية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.